الخير، صباح السعادة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الطاقة الإيجابية، صباح قلنا دايما مع حضراتكم من الساعة 8 ل 10 هنقدم لحضراتكم جولة سريعة كده فيما يخص الموضوعات اللي بتهم الشارع المصري. وهصبح سريعا على محمد، وصباح الخير. صباح الفل عليك يا أميرة، صباح الخير والسعادة والرضا والابتسامة المصرية الجميلة على وشوش الناس الطيبة، ناس وأهل بلدنا في كل مكان. صباح قلنا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة. تعالوا سريعا كده بقى نروح ونشوف أهم العناوين والفقرات في حلقة النهاردة في صباح أون ليوم الأربعاء. تعالوا نشوف معنا النهاردة في صباح أون. أحوال الطقس والحالة المرورية. في اليوم العالمي لمناهضته، كفاية ختان. جولة في أحد المجمعات الاستهلاكية بشأن صلاحية الدواجن البرازيلية. مرايا تجمع بين الفصوص الحجرية والخشب. مصر والإمارات وحدة الهدف والمصير. الدكتورة ريهام عبد الله تحدثنا عن نشر الإسلام الصحيح في الهند. بنجدد صباحنا تاني. ايوه احنا الثلاث النهارده صباح الفل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مشاهدينا. النهارده فقرات كتير متنوعه، خدميه وتقارير كما عودناكم. خلينا نبدا بفقرتنا الخدميه ونروح لاخبار الطقس في ظل التقلبات الجويه اللي بتشهدها البلاد. الحقيقه الواحد فعلا بقى بحتار يعمل ايه. صحيح. احنا في شتاء ولا في صيف؟ لكن جداً. صحيح ان وصلت ل 26. خلونا نتعرف على درجات الحراره في القاهره والمحافظات. كمان هنعرف يعني اخبار الاحداث ايه. الفكره انه نزلت شبوره، نزلت درجه الحراره ارتفعت بدرجه كبيره جدا. الغريبه ان البيوت برد قوي. جوه برد وبره حر، بس انا عايز اقول لك اللي في الشارع. انا امبارح كنت يعني في الشارع اغلب الوقت يعني، وكنت تحديدا في معرض القاهره للكتاب. لا الجو وحش، حر، وبعدين الجو غير مفهوم. دي نقطه يعني بقى لنا كام يوم. امبارح كان حتى دكتور احمد عبد العال قال لنا ان دي موجه حاره ممكن تنكسر، الموجه دي كان ايام قليله، لكن فعلا في اتربه، في درجه حراره، جو مش مفهوم. انا كنت بتفرج على الناس اللي حواليا، الناس خففت يعني كده. لا وفعلا عندهم حق بصراحه. عندهم حق. طيب هنتابع كل الاحداث دي النهارده كده، او نشوف حاله الطقس ايه وليه كل الموجه الحاره دي. هيكون معانا هاتفيا دكتور احمد عبد العال، رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. انا مش هسال حضرتك بقى هنعمل ايه ومش نعمل ايه والكلام ده، احنا عايزين نعرف ايه سببها. طبعا احنا التغيرات المناخيه مأثره على العالم كله، منها مصر. فادينا شايفين في يعني في اكتر اوقات المفروض تكون في الشتاء قوي، بتظهر بعض الموجات الحراريه اللي محسنه بحراره عاليه. لكن بسرعان ان شاء الله ما الاسبوع القادم هتنتهي ونرجع للاحوال الطبيعيه الشتويه مره اخرى. منتظر ان الرجوع هيكون قاسي جدا ولا هيبقى يعني في كده؟ لا يعني هو اولا هيبقى بالتدريج. الارقام ايه تقريبا؟ يعني هنوصل مثلا ل 10 11 يعني درجه الحراره؟ ممكن القاهره تنزل ل 18 درجه، ولذلك بعد ما وامتى؟ بعد ما توصل 31 درجه ثم تنزل 18 اخر الاسبوع القادم، فيبقى فعلا في انخفاض واضح يعني. يعني الشتاء راجع تاني يا دكتور؟ احنا الشتاء وحشنا، الشتاء راجع تاني الاسبوع الجاي؟ احنا لسه في نص الشتاء. بالظبط. بس عموما احنا ما شفناش شتاء لغايه دلوقتي. شهر يعني فبراير معروف ان هو متقلب، بس مش بالوضع اللي احنا فيه ده. ده الغريب يعني. احنا عاده شهر 2 فبراير بيكون شهر متقلب، درجه الحراره بتبقى بارده جدا، الامطار. السنه دي بصراحه الموضوع مختلف تماما. عشان كده عايز اعرف من حضرتك، هل الموجه دي هترجع تاني؟ يعني حتى لو هي انكسرت ممكن الاسبوع اللي بعده يحصل ده تاني؟ لا يعني هو شوف حضرتك، هو التغيرات المناخيه مخلينا ان احنا يعني بتيجي موجات كده في وسط الفصل، بتجي لا تتفق تماما مع سمات الفصل. يعني ما يبقى فصل الشتاء وتجيني موجه ساخنه بهذا الشكل، او ايضا الموجه اللي كانت فيها رياح شديده وتصل الى حد العاصفه. ودي طبعا كل الحاجات دي مش من سمات فصل الشتاء في مصر. ففعلا يبقى نقدر نقول ان فعلا التغيرات المناخيه اثرت بقوه على المصر.
احنا بنتمنى طبعا الثبات كده في درجات الحراره. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه. صحيح. يمكن يعني زي ما قال الدكتور هي التقلبات اللي حصلت فجائيه ومش صحيح. متعودين عليها وممكن تكون من افريقيا ممكن تكون صحيح. ولكن الفتره دي بصراحه كانت الموضوع امبارح فعلا الجو حر بس صح. اهم حاجه هنفضل يعني نقول لحضراتكم كل يوم مع كل التقلبات الجويه مع ارتفاع درجه الحراره محدش يخفف لغايه دلوقتي يعني خلونا دايما اللي رايح مشوار بالليل او يتاخر دايما يبقى فيه معاه جاكيت يبقى دايما بحاول كده انه ما يخففش لانه التقلبات دي هي اكتر وقت بيحصل فيها اصابه بالبرد والامراض فربنا يحفظكم جميعا بلاش نخفف من هدومنا والفتره اللي جايه ان شاء الله زي ما قال لنا الدكتور احمد عبد العال الشتاء راجع تاني لسه احنا في قلب الشتاء الشتاء ما ودعناش ومشي لسه موجودين فيا رب كده ان شاء الله الايام اللي جايه الجو فيها يبقى حلو ولطيف علينا جميعا. طيب تعالوا نروح بقى مع حضراتكم كده بعد الحاله الجويه يعني مش هناخد من وقتكم 3 دقائق كده سريعة نعرف كل واحد بيفكر يتحرك من بيته يروح شغله او يروح اي مشوار خليكم معانا في غرفه العمليات التابعه لاداره العامه للمرور نعرف كده سريعا مع زميلنا مينا بشرى ايه اخبار الحاله المروريه المحاور الرئيسيه والطرق الاسهل اللي ممكن من خلالها توصل لشغلك او لمشوارك روح لزميلنا مينا بشرى. مينا سمعنا؟ صباح الخير صباح الفل يا مينا. صباح الخير. نعم صباح الخير الزملاء وصباح الخير على كل مشاهدي صباح اون كالمعتاد كل صباح بنتواجد داخل الاداره العامه للمرور بنتعرف على حاله الطرق اكثر الطرق اللي بتشهد سيوله مروريه والطرق اللي بها ايضا كثافه مروريه والطرق البديله اللي نقدر نعرف بها الساده المواطنين ده هنتعرف عليه من خلال اللقاء الان مع السيد الرائد محمد الشربيني مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور. سيد الرائد صباح الخير في البدايه. صباح الخير يا فندم لحضراتكم وجميع الساده المشاهدين. سيد الرائد في البدايه لو اردنا نتعرف على الحاله المروريه ونطمن الساده المشاهدين على الحاله المروريه تحديدا من خلال برضه الشاشات المتواجده داخل الاداره العامه للمرور. هو طبعا في البدايه بنطمن حضراتكم وجميع الساده المشاهدين بالنسبه للحاله الجويه على كافه الطرق السريعه مستقره تماما الحمد لله ما عندناش اختراط باي شبوره او امطار ممكن تؤثر على الحركه المروريه كافه الطرق مفتوحه امام حركه المرور من القاهره الكبرى اتجاه المحافظات وبيتم المتابعه ان شاء الله كثافات الذروه الصباحيه لكن دلوقتي بالنسبه للكثافه الصباحيه اللي هي الطرق اللي تابعه لاداره عامه المرور او الطرق السريعه يمكن المتواجد عندنا كثافات اعلى منطقه السلام على الطريق الدائري القادم من الطريق الزراعي اتجاه موقف العاشر اتجاه الاخر يعمل بشكل جيد بحمد الله لكن ايضا مناطق الطريق الدائري في منطقه القاهره الجديده سواء القادم من القطاميه واتجاه السلام والعكس زي ما هو واضح في الشاشات سيوله مروريه تامه في الاربع قطاعات اللي موجودين ايضا بالنسبه لمنطقه الكثافات الاخرى هي منطقه كوبري او كوبري الاستراد القادم من اعلى النيل والمتجه للقطاميه استمرار طبعا لمنطقه الكثافات هي منطقه قصر النبي لكن المنزل المتجه من مناطق الدائري المتجه لقصر النبي ومحطه مترو دار السلام ليه بعض التاثير بيتم المتابعه مع خدمات الاداره العامه لمرور القاهره للانتهاء منها الاتجاه الاخر القادم من الجيزه للقاهره بدات الحمد لله الحاله تتحسن عليه بشكل جيد بعد ما كان فيه كثافات الذروه الصباحيه باقي قطاعات الطريق الدائري بدا يبقى فيها تحسن واضح في الحركه المروريه محور 26 يوليو يمكن من الاماكن اللي فيه كثافات ايضا في الفتره الصباحيه القادمه من مدينه اكتوبر اتجاه ميدان لبنان الاتجاه الاخر القادم من ميدان لبنان اتجاه اكتوبر الان انتهينا من الكثافات اللي موجوده عليه بدائل المحور هي محور رود الفرج الجديد القادم من الواحات او القادم من اكتوبر اتجاه الدائري او طريق الواحات ومنه للقوس الغربي ثم الدائري الاتجاهين ما زالوا يعملوا بشكل جيد ويكونوا بديل افضل لتخفيف الاحمال على المحور باقي الطرق التابعه للاداره العامه للمرور ومداخل ومخارج القاهره تعمل بشكل جيد او فقط طريق السويس كان فيه مصادمه اسفل الدائري مباشره مصادمه احتكاكيه بحمد الله بدون مصابين تم الانتهاء منها كان لها بعض التاثير ايضا مع الكثافات اللي موجوده في محور الثوره لها بعض التاثير المتجه لمناطق مصر الجديده تم التعامل معها الان طبعا بنطمن حضراتكم حتى الان الاداره العامه للمرور كثافه خدماتها والحملات اللي موجوده على طرق خاصه الحملات التوعويه اللي موجوده بسبب اسبوع المرور او اسبوع الانضباط المروري اللي طبعا واجه به السيد مجد عبد الغفار وزير الداخليه وتحت مسمى هذا الاسبوع مسافه الامان اللي بناكد بها من خلال حضراتكم مره اخرى على جميع
قائد المركبات ان انا لازم اسيب مسافه امان خاصه على الطرق السريعه بيني وبين السياره اللي امامي لتفادي اي حادث طارئ او اي شيء طارئ امام السياره عشان ما ينتجش عنه اي ضرر لقائد المركبه واللي معاه، ولكن طبعا على الخدمات المتواجده والحملات اللي بتقوم بتوعيه قائد المركبات للتواصل المباشر بين الاداره العامه للمرور وكافه الخدمات. يمكن السيد لؤي عصمت لاشقر مساعد الوزير مديري الاداره العامه للمرور واجه بالفعل بتعزيز كافه الخدمات والحملات التوعويه على كافه الطرق السريعه، ان شاء الله تؤتي ثمارها ويبقى في زياده في الوعي المروري خاصه في موضوع الاسبوع وهو موضوع مسافه الامان اللي بناكد عليها دايما. فندم لو تحدثت عن الطرق داخل القاهره والطرق الرئيسيه والسادة المشاهدين اللي هيبداوا في طريقهم لاعمالهم واشغالهم اليوميه، هل في طرق بتشهد كثافه مروريه مرتفعه او طرق نقدر ننصح المواطنين بتجنبها والاتجاه لطرق بديله؟ هو طبعا داخل القاهره الاحجام المعتاده في الفتره الصباحيه يمكن في مصادمه واحده على كوبري اكتوبر في منطقه اعلى النيل المتجه للجيزه، الاداره العامه لمرور القاهره تم الانتهاء منها وتجنبها، كان لها بعض التاثير لكن خلال دقائق هينتهوا من تاثيرها تماما، لكن باقي المحاور داخل القاهره تشهد بالكثافات المعتاده في الفتره الصباحيه، يمكن من يوم الاحد بدات في التزايد واضح بسبب طبعا عوده الفصل الدراسي الثاني. خدمات الاداره العامه لمرور القاهره متواجده لتسهيل الحركه المروريه، ما فيش اي اختلاط باي معوقات اخرى، وان شاء الله ننتهي من الزوره الصباحيه في اقرب وقت. محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا فندم. ومشاهدينا الكرام تابعنا مع حضراتكم من داخل الإدارة العامة للمرور أجواء الحلقة المرورية صباح اليوم، وتابعنا أن أغلب الطرق بشكل بتشهد كثافة معتادة صباح اليوم، وجميع الطرق بتشهد بشكل معتاد إلى جانب طبعا الذروة المعتادة نسبيا خاصة مع عودة العام الدراسي الجديد. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة وعودة للزملاء في الاستوديو مرة أخرى. بشكرك مينا وصباح الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. فعلا زي ما احنا شفنا مع حضراتكم مع عودة المدارس مرة تانية بيبقى في بعض الكثافات المرورية في بعض الأحيان تبقى أكتر شوية من مناطق لمناطق تانية مختلفة، لكن في طرق ممكن يسلكوها يعني الأشخاص أنه بتبقى بديلة وبتخفف الحمولة المرورية. طيب من المرور خلونا نتعرف على أهم الأحداث المتوقع حدوثها النهاردة واللي هنغطيها على مدار الساعة. النهاردة يكون اليوم الثالث والأخير من زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان. سفير مصر بعمان أكد أن الرئيس السيسي هيلتقي ب 44 رجال الأعمال بالسلطنة وهيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال المصري العماني، بيتحدث خلالها عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وبخاصة في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس. نروح مع حضراتكم لأخبار سباق الانتخابات الرئاسية. الهيئة الوطنية للانتخابات قالت أنه امبارح كان آخر يوم في فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات، وأنه لو قررت الهيئة استبعاد مرشح هيكون الإعلان عنه النهاردة 3/6 فبراير. هتبدأ اللجنة كمان في تلقي تظلمات المترشحين، وهيبدأ أو تبدأ اللجنة في فحص هذه الطلبات لمدة يومين لغاية يوم الخميس 8 فبراير لتنتهي من البت في كافة التظلمات يوم الجمعة 9 فبراير. هي دي المواعيد المحددة والمقررة في العملية الانتخابية الرئاسية. أكد دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وقال إن جهاز مدينة السادات هيبدأ النهاردة في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمناطق السكنية س23 وس35 وس36. طيب من خبر خاص بوزارة الإسكان تعالوا بقى نروح نشوف إطلالتنا الصباحية اليومية من خلال الدرون كاميرا، نشوف كده صورة حلوة من صور بلدنا ومن باب الشعرية الحي العريق والأصيل والمصري جدا، إطلالة علوية لحي باب الشعرية في القاهرة.
ومن باب الشعرية للمنوفية في مدينة السادات تحديدا، إطلالتنا الصباحية هتكون من هناك. مدينة السادات طبعا بتتبع إداريا محافظة المنوفية، هي من المدن اللي يعني تم استحداثها مؤخرا، يعني هي مدينة بها العديد من الجامعات وطبعا مدن صناعية. مدينة السادات هي تاني مدن الجيل الأول. نروح مع حضراتكم الفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات صباح اون. خليكم معانا، صباحكم دايما اون. اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه، ونروح دلوقتي لمنشطات الصباح وابرز عناوين الصحف مع زميلتنا سالي سالم. صباح الخير يا سالي. صباح الخير أميرة، صباح الخير محمد، صباح الخير على مشاهدينا الكرام. فقرتنا الصباحية اليومية واللي بنستعرض فيها أبرز ما يدور على الساحة الصحفية المصرية من أخبار وعناوين ومنشطات، سواء في الصحف القومية أو الصحف الخاصة أو أيضا الصحف الحزبية. وسنبدأ بأبرز ما يدور على الساحة من أحد الصحف القومية والتي هي جريدة الأهرام، ونستعرض في مقدمتها والعنوان الرئيسي لها وهو الاقتصاد يتقدم على السياسة في ثاني أيام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان. أيضا الرئيس يلتقي اليوم عدد من رجال الأعمال العمانيين لشرح الفرص الاستثمارية بمصر، وهناك إعداد لمؤتمر اقتصادي لمضاعفة التجارة بين البلدين، وأيضا دراسة لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين. يعني جريدة الأهرام تتحدث في صدارتها وفي صفحتها الأولى عن زيارة الرئيس، والتي هي من المفترض أن تنتهي اليوم وتختتم هذه الزيارة لينتقل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة ويستكمل هذه الزيارة. أيضا أحد الصحف القومية الأخرى وهي جريدة الأخبار، والتي تتحدث أيضا في صفحتها الأولى عن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عمان، وتقول الرئيس يزور جامع السلطان قابوس والأوبرا ومتحف القوات المسلحة، وهذا ما قام به الرئيس أمس، يعني من هذه الزيارات للمعالم الخاصة بسلطنة عمان خلال زيارته التي من المفترض أن تنتهي اليوم. ننتقل إلى الصحف الخاصة وبدايتها مع المصري اليوم، ويتحدث عن أن الحكومة تستعد للمرحلة الثانية من الإصلاح، وأيضا تتحدث عن دراسة إنشاء صندوق استثماري بين مصر وعمان. أيضا مصر اليوم يتحدث عن هذه الزيارة، ورياضيا يتحدث عن أن صلاح يبهر الإنجليز ويشعل صراع الحذاء الذهبي، ومكافآت إجادة للاعبي الأهلي بعد ثلاثية الاتحاد، وكوبر يضم الشحات، وهذا في قطاع الملاعب أو في صفحة 10 و11 في جريدة المصري اليوم. إذا انتقلنا أيضا إلى جريدة
جريدة الوطن والتي تتحدث في صفحتها الأولى عن أتوبيسات الغلابة في القاهرة والجيزة والغلاء مقابل التطوير، يعني هناك زيادة في رسوم بعض الأتوبيسات العامة وذلك في مقابل التطوير، وأيضا يتحدث أن التذاكر تبدأ من جنيه ونصف و تصل إلى 10 جنيهات والسلبيات لا تزال كما هي رغم زيادة الأسعار، يعني هذا أيضا في صفحات 8 و9 من جريدة الوطن. وهناك ما يتعلق بقطاع التعليم والذي يتحدث عن أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة والتي من المفترض أن تكون في 3 يونيو المقبل تتحدث عن أن هذه الأسئلة ستكون بلا غموض، وهناك دراسات واجتماعات بين وزارة التربية والتعليم والجهات التنفيذية المختصة التابعة لهذه الوزارة، وأيضا هناك تعديلات على البوكليت أيضا في قطاع التعليم، أيضا هو ما يتعلق باستبعاد السؤال متعدد الإجابات وشريف إسماعيل رئيس الوزراء التقدم للمدارس اليابانية في 15 فبراير والتقديم هذه المدارس سيكون في بداية أو الدراسة ستكون في بداية سبتمبر والتقديم سيكون في 15 فبراير. أيضا في جريدة الشروق والتي برضو تتحدث عن أن مصر وسلطنة عمان تدرسان إنشاء صندوق استثماري مشترك، أيضا لدينا مطلوب خطة لتطوير معرض الكتاب ليكون الأهم عربيا وإسلاميا وإفريقيا، يعني نتابع تفاصيل معرض الكتاب منذ بدايته والذي يتحدث فيه عديد من أو يحدث به عديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة، وهناك إقبال كبير على هذا المعرض وهناك تطوير يحدث بين العام والآخر على هذا المعرض. أيضا بعض الصحف يعني ما يتعلق بالدستور ووزير الدفاع حملات نفسية تستهدف تماسك الشعب، وصدق صبحي وزير الدفاع يتحدث عن أننا نمتلك جيشا قويا قادرا على حماية البلاد وصون عزتها وكرامتها، وأيضا ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتي من المفترض أن تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم من هو مستبعد ويتم إختاره رسميا، ويتم تقديم بعض الطلبات الخاصة بالطعون وغيرها من الإجراءات وفقا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، والانتخابات التي ننتظرها وينتظرها الكثير لتحديد من سيقود مصر في الفترة المقبلة. أيضا أخيرا ما يتعلق بجريدة روزا اليوسف والتي تتحدث أيضا عن قمة الحضارة والتجارة، والرئيس السيسي يواصل زيارته لمسقط لليوم الثاني على التوالي ويزور معالمها السياحية، والرئيس أيضا يشيد بالقيادة الحكيمة للسلطان قابوس، ولجنة وزارية مشتركة تبحث الاستثمارات العمانية بالقاهرة. يعني من خلال متابعتنا لمعظم الجرائد المصرية سواء القومية أو الخاصة أو أيضا الحزبية، فهناك صدارة في الصفحات الأولى والمنشطات الرئيسية تتحدث عن زيارة الرئيس والتي تختتم اليوم، ومن المفترض أن يتوجه بعد ذلك الرئيس إلى الإمارات. هذا يعني أبرز ما يوضع على الساحة المصرية، هذه هي أبرز العناوين التي رصدناها معكم من هنا من جريدة الأخبار والأهرام والجمهورية، وأبرز المنشطات والعناوين المتصدرة هذه الساحة. أعود إليك محمد، أعود إليك أميرة مرة أخرى. سالي سالم بنشكرك شكرا جزيلا، جولة سريعة ورشيقة ومميزة جدا، نشكرك ودسمة كمان. عناوين كتير شأن محلي وأيضا شأن خارجي. العنوان الأساسي المنشط الأساسي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان امبارح، كان زي ما انت قلتي ليها طابع ثقافي، يعني زياره الرئيس لمتحف القوات المسلحه، لمسجد السلطان قابوس، للاوبرا السلطانيه، كان فيها مشهد حضاري وثقافي هو الغالب، الى جانب طبعا الابعاد الاقتصاديه والسياسيه. اشرت النقطة كمان مهمه جدا وخبر فيما يتعلق بمعرض الكتاب، عايزين نقول لحضراتكم مشاهدينا انه امبارح وصل عدد الزائرين لمعرض القاهره الدولي للكتاب 4,800,000 في 8 ايام فقط. الأيام مستمرة أو المعرض مستمر حتى يوم 10 فبراير، ما تفوتوش الفرصة، معرض مميز جدا في يعني خدمات ثقافية وفعاليات مختلفة. أميرة عايز أقولك أنه في معرض كده مصغر للطفل، يعني نقدر نقول لأول مرة الدورة السنة دي مختلف عن الدورات السابقة أنه في مساحة أكبر للأطفال. عدد الأجنحة المخصصة لكتب الأطفال رائعة، في متعة ثقافية هناك بالزبط. صحيح، فدعوة لحضراتكم كده روحوا معرض الكتاب، والجو دلوقتي كويس قوي يعني. بالظبط من 10 الصبح لغاية الساعة 9 بالليل. بنشكرك مرة تانية سالي على القراءة المميزة لصحافة النهاردة. طيب
من ابرز عناوين الاخبار هنروح دلوقتي لجوله اخباريه سريعه في المواقع المختلفه المحليه والعالميه. هنبتديها مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، قال انه هيتم بدء تلقي طلبات التقديم للمدارس اليابانيه يوم 15 فبراير الجاري، وده بعد استلام 22 مدرسه من اصل 45 مدرسه، وتوقع بدء او يتم توقع انه هيتم بدء الدراسه بالمدارس اليابانيه سبتمبر اللي جاي. كمان رئيس الوزراء ناقش مع وزير التربيه والتعليم موضوع زياده الفصول الدراسيه، وده بسبب ان كل سنه في حوالي 700 الف طفل جديد بيدخل في العمليه التعليميه سنويا. مستنيين المدارس اليابانيه من فتره طويله وكتير جدا من كانت الاسر دي ندخلها اتأجلت. فده خبر جميل جدا جداً. اميره انه جداً. 15 فبراير نظام ان شاء الله تعليمي جديد ممكن يطور من العمليه التعليميه في مصر بشكل عام. طيب من خبر المدارس اليابانيه نروح لخبر اخر في مجلس النواب. لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون خاص بتعديل قانون اشغال الطرق العامه، وده تمهيدا لعرضه للمناقشه في الجلسه العامه للمجلس. النائب احمد السجيني نائب او رئيس عفوا لجنه التنميه المحليه قال ان القانون ده من شانه ان يتعامل مع ظاهره احنا بنشوفها كتير اليومين اللي فاتوا، هي ظاهره العربات الماكولات وغيرها من الانشطه الموجوده في شوارع المدن القديمه، وبدات تنتشر في المدن الجديده كمان حفاظا على المظهر الحضاري للمجتمع. قانون اشغال الطرق العامه سيناقش داخل مجلس النواب. وزارة الصحة أعلنت إيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية و11 من طاقم التمريض عن العمل وإحالتهم للتحقيق في واقع تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية. دكتور منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية قالت إنها أول ما عرفت بالواقع أصدرت قرار إيقاف، لأن ده بيعتبر أو بيعد انتهاك للقانون اللي بيقتضي بحظر نشر صور المرضى في الإعلام، ويعد أيضا انتهاك لخصوصية المريض النفسي. كمان دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قال انه وزير الصحة بنفسه بيتابع مجريات التحقيقات في الواقعة دي، وشدد حرصه على الخصوصية المرضى النفسيين وعدم انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال. خبر صادم جدا أميرة، يعني امبارح بالفعل يعني فكرة انتهاك حرمة المرضى بهذا الشكل، فين قسم الطبيب؟ يعني في قسم يقسمه الطبيب والممرض كمان على انه يحافظ على خصوصية المريض اللي عنده، ما بال كان هذا المريض مريض نفسي. فخبر مزعج جدا، ومحتاجين الأيام اللي جاية نشوف تحقيقات ونشوف نتائج لما حدث داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية. خطوة كويسة ان حصل إيقاف لمدير المستشفى وتحويل 11 من طاقم التمريض، لكن نتائج التحقيق مهم جدا نعرفها. هو بس كمان يعني في حاجة يعني في الموضوع ده، ازاي دخل التليفون في مكان زي ده، وخصوصا انه الواقعة حدثت في الخاص بقسم التمريض السيدات، يعني كمان قسم السيدات في المستشفى. دي اول حاجة. تاني حاجة، لو احنا عندنا مشكلة او اعتراض لموقف معين لا يتم ارساله عن طريق يعني وسائل الاعلام، انت ممكن تتوجهي لو انت معترضة تتوجهي المسؤولين بهذا الفيديو علشان تبتدي تعرضي المشكلة. صحيح. فدي مشكلة كبيرة كمان. قانونا يعني ما ينفعش تنتهك حرمة او خصوصية المريض او تصوره، وغير كده هو قسم اخلاقي ومهني يعني لاخلاقيات الطبيب او الممرض كمان. فمحتاجين نعرف تفاصيل اكتر، واليومين اللي جايين ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم اي تفاصيل فيما يتعلق بالواقعة اللي حصلت داخل مستشفى الامراض النفسية بالعباسية. طيب نروح كده بعيد شوية، بنحاول يعني اخبارنا كده في صباح اون تكون ما بين ما هو داخلي محلي في مصر، وروح نشوف العالم كمان في ايه. هنروح النهارده مع حضراتكم ومظاهره في ايطاليا، تحديدا في روما العاصمه الايطاليه. مئات من الايطاليين بالاضافه الى مجموعات من الاكراد تظاهروا في ميدان سانت اجلو بالعاصمه روما ضد رئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارته لايطاليا. الشرطه تصدت المتظاهرين اللي كانوا شايلين يعني مجموعه كده من اللافتات ويرددوا هتافات معاديه لاردوغان ولسياسته ضد الاكراد واقتحامه طبعا الاراضي السوريه. احنا عارفين ما يحدث في عفرين ودخول القوات التركيه الاراضي السوريه ضد قوات حمايه الشعب الكرديه. صحيفه كوريرا دي لوسيرا الايطاليه اكدت انه في شخصين اصيبوا اثناء هذه المصادمات ما بين الشرطه الإيطالية والمتظاهرين الإيطاليين والأكراد اللي حاولوا التحرك من مقر إقامة أردوغان في روما، لكن
تم منعهم من قبل الشرطة الإيطالية بالقوة. كده انتهينا من جولتنا السريعة في الأخبار، هنطلع لفاصل سريع ومكملين مع حضراتكم باقي فقراتنا من صباح أون. تابعونا. يا صباح الفل على حضراتكم مرة تانية. كنا متابعين معاكم موضوع أزمة الدواجن المستوردة البرازيلية وحالة القلق اللي كانت موجودة في الشارع امبارح. اطمنا في بيان رسمي انه الموضوع بيمر بمراحل متعددة للتأكد من سلامة الدواجن اللي بتصل الى ايدي المستهلكين. زميلنا العزيز حسام الدين حسين امبارح عمل مغامرة كده لطيفة ومختلفة ونزل بنفسه وشاف كده في مجمع من المجمعات الاستهلاكية ايه الاخبار وكلام الناس عن الدواجن المستوردة. تعالوا نشوف حسام الدين حسين وجولة داخل احد المجمعات الاستهلاكية. صباح الخير مشاهدين صباح اون، يمكن النهارده معاكم في جوله خاصه هنروح فيها للمجمعات الاستهلاكيه. طبعا يمكن كلنا تابعنا في الفتره الاخيره بعض اللغط والجدل اللي دار حوالين ازمه الفراخ البرازيلي او بعض الفراخ المستورده. احنا حبينا من خلال صباح اون لا نكتفي فقط بنقل الاخبار، لكن احنا ننزل على ارض الواقع نتاكد ونشوف يا ترى الفراخ دي سعرها ازاي في المجمعات الاستهلاكيه، مدى اقبال الناس عليها عامل ازاي، ايه اللي سمعوه عن الازمه الأخيرة، طب هل في رقابة حكومية عليها؟ هل في رقابة شعبية؟ تابعونا النهاردة في الجولة الخاصة دي من صباح أون، هنزور المجمعات الاستهلاكية وهنشوف أيضا كل ما أثير حوالين أزمة الدواجن البرازيلي أو بعض الدواجن أيضا المستوردة. إحنا لسه معاكم في جولة في المجمعات الاستهلاكية وعايزين نشوف مدى إقبال الناس على شراء الدواجن من المجمعات الاستهلاكية، هل بيواجهوا فيها أي مشكلات؟ طيب إيه الضامن إن الفراخ دي ممكن تكون كويسة أو الدواجن دي ما يكونش فيها مشكلة. على اي حال احنا بناخد رأي كل الاطراف ودلوقتي معانا كمان الاستاذ حازم محمد هو مدير واحد من المجمعات الاستهلاكية او احدى المجمعات الاستهلاكية ايضا في منطقة وسط البلد. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بكم. يعني كنا شفنا جوه في جولة وبعدين لقينا بعض الناس بتشتري وفي بعض الناس لسه شوية عندها شوية قلق وخوف من الموضوع. الاغلبية العظمى كله بيشتري لان الفراخ طبعا سعرها 17 جنيه للكيلو وبقى هي مضمونة لان الفراخ بتطلع من التلاجة الرئيسية لعربيات مسلجة بتيجي فيها الكراتين الفراخ تخش عندنا هنا في تلاجات حفظ كبيرة وبنعرض احنا في الصالة بتاعت المجمع برضو في تلاجات فريزرات عرض. طب انا مثلا وانا داخل يعني استوقفتني الملصق ده عرض خاص ولا فترة محدودة بيع الدواجن المجمدة اعتبارا من 1-2 بسعر الكيلو 17 جنيه بقى من 29 جنيه، ده خلى الناس تشك شوية، ليه هل ده الفترة محدودة ولا ده نتيجة عرض وطلب أولا، وليه الناس شوية بدأت تشك في موضوع السعر؟ لا هو مفيش شك بالنسبة للمستهلك اللي هو فاهم وواعي إن الدواجن المجمدة بيبقى ليها تاريخ صلاحية، وإحنا ماشيين طبعا في تاريخ صلاحية بنعرضها في تاريخ صلاحية بتاعتنا. لأن عندنا رقابة صحية وبيطرية سواء من الطب البيطري بالوزارة أو من عندنا في المنطقة التابعة ليها المجمع، كل ده بيجي يفتش ويشوف الصلاحيات وبيفتح الفراخ وبيبص فيها من جوه، يعني في رقابة شديدة جدا على الفراخ. في جمعيات حماية المستهلك كمان رقابة شعبية، وفي عندنا حماية ده لغاية رئيس الحي بنفسه نزل ومعاه حملة من الطب البيطري والتموين جولة كده المجمع جم المجمع وراجعوا كل حاجة في المجمع. طب تاريخ الصلاحيه عندك للحوم دي قد ايه مثلا؟ الدواجن بتبقى تاريخ صلاحيتها سنه، انا عندي لسه لغايه 21/3 فلسه فاضل حوالي 40 يوم فلسه وده يعتبر مده كويسه يعني مده كويسه لغايه اخر يوم الدواجن كويسه، واحنا بنقول سنه هي المفروض ان هي اكتر من سنه طالما مجمده وفي حالتها الطبيعيه من ساعه ما اتجمدت لغايه اما يعني المستهلك خدها واستهلكها نفسه يعني سايح الفرخه مره واحده وعملها فبتقعد 2-3 كمان ممكن. لو انت شايف في اقبال الناس بتيجي ولا الازمه الاخرانيه دي ممكن تكون اثرت شويه على المبيعات؟ من يوم 1/2 من يوم ما بدانا العرض لغايه النهارده كميه رهيبه اتباعت. استاذ حازم محمد بنشكرك شكرا جزيلا، ويمكن هناخد جوله جوه بنفسنا ونشوف ونسال الناس وازاي بيتفاعلوا ايضا مع ما يعني مش عايز اقول ازمه لانه واضح انه في ناس لسه مقبله برده على الشراء وكده، بس عشان نزيد في تطمينات الناس برده حوالين الفراخ. وقفتنا مع المستهلكين بنوضح لهم الصوره بقى
يعني طول النهار انا واقف وسط المستهلكين بقطع لهم الصوره. احنا بنشكرك، شرفتنا. تسلم، اتفضل. الفراخ اللي بتاخديها دي بس كمان بقى برازيلي ولا اوكراني ولا بتاع، في مشكله فيها او حاجه؟ لا لا لا، ما فيهاش اي مشكله. انت بس اهم حاجه تنضفها كويس وتعصقها بشويه ملح وشويه خل وتغسلها الست كده كويس وتنقعها كده كويس، هتبقى زي الفل، احسن من مليون فرخ. طب سمعت عن الازمه الاخرانيه اللي قال لك الفراخ البرازيلي دي او الفراخ الاوكرانيه دي ربما تكون شويه تاريخ صلاحيتها قصير او قرب على الانتهاء، او انها ربما يكون سعرها رخص قوي عشان الجوده بتاعتها مش كفايه؟ لا والله احنا واكلينها وزي الفل، ما فيهاش اي حاجه. جربتيها قبل كده وكلتيها؟ جربتها مره واثنين وثلاثه واربعه. وايه رايك فيها؟ جميله. طب والسعر ايه نظام السعر معاك؟ مش كله، بعشرين. بتجيبيها بكام عاده؟ بجيب ساعات ب20 وساعات ب18 وساعات ب17 وساعات بكام؟ ب25. طب جبتيها النهارده بكام؟ 18. ما هو الناس بقى بتقول ان هي رخصت عشان كانت بتقاوم ب30 وبعد كده. هقول لك ليه؟ يقول لك فيها ماده سامه، لو هي سامه بينزلوها ليه؟ انا شفت حضرتك بتسال على الفراخ هنا في المجمع وكنت بتسال اذا كانت كويسه ولا مش كويسه، انت ايه اللي سمعته عن الازمه الفتره اللي فاتت؟ انا تابعت في الاعلام ان في فراخ مجمده بيبيعوها ال 54 جنيه على الرصيف وكلام من ده، فقلت انزل اشوف يعني ايه الوضع دوت او اشوف الموضوع ده، بس هي مش عجباني يعني، انا مش هشتري. هي مش عجباني. خايف شويه؟ طبعا. ما لا ما ليه اخدها صلاحيه شهر؟ طب ما انا قدام البلد الطبيعي اللي يذبح قدام عينيا وكويس. رحب بيك يا حاجه، واقول لنا انت بتشتري من هنا فراخ من المجمعات عامه؟ اه طبعا، على طول احنا الجمعيه جنبنا وبنشتري على طول فراخ من هنا. طب سمعتي عن المشكلة الأخيرة بتاعت الفراخ؟ قال لك الفراخ البرازيلي رخصت والأوكراني رخصت، ناس بتقول لك لا ده ممكن تكونش فراخ كويسة، أنت سمعت الموضوع ده؟ لا، فراخ كويسة احنا جبناها وجربناها وكلناها، ما فيش أي حاجة كويسة طبعا. على طول بناكل احنا الفراخ دي. طب بتتأكدي ازاي عشان تعرفي إن الفراخ دي مظبوطة ولا لا؟ ما احنا بناكل، لو احنا في حاجة وحشة كنا تعبنا. شايفينك بتشتري فراخ، الفراخ دي انت جربتها قبل كده او انت على طول بتيجي هنا المجمعات الاستهلاكية؟ باجي كتير المجمعات، والفراخ دي من سنين طويلة يعني اللي مكيسة كده يعني. طب من اللي بره بعتبرها انا كده يعني. طب سمعت اي مشكلة يعني؟ كان في فترة فاتت ناس بتقول الفراخ دي فيها مشكلة، دي رخصت قوي ومش عارف ايه، فاكيد الرخص ده وراه حاجة، انت ايه رأيك؟ اه، ما انا سمعت من اذاعات اللي هي يعني بتحارب هنا في البلد، يعني اللي هي بتحارب في البلد وبيقول لك منتهية الصلاحية مش عارف ايه كده. لكن انت خدتها وجربتها قبل كده؟ لا طبعا، مشكلة. جميلة جدا صراحة. والسعر مثلا ما خلاكش شك شوية؟ لا 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 طبعا. طب شايف السعر ازاي عامة؟ سعر الفراخ اعرف ان بيعلى وبيوطي في الاساس. يعني مش ثابت يعني اسعار الفراخ. زي البورصة يعني اساسا. يعني. طب بنتمنى لك وجبة هنية. الله يخليك. صحيح ان وزارة الصحة اصدرت بيان نفت فيه انه يكون الفراخ البرازيلية ليها اي علاقة او اي ضرر بصحة المواطن، لكن احنا حبينا نيجي ايضا واحد من المجمعات الاستهلاكية هنا في منطقة وسط البلد عشان نعرف ونتأكد بنفسنا ونشوف هل فعلا بتتحقق الرقابة الحكومية وكمان الرقابة الشعبية. يمكن النهارده هيكون معانا استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، وهم احد ايضا الجمعيات الشهيرة الخاصة بحماية المستهلك وليها ايضا دور فعال في هذه الازمة، وربما هو يعني هو اكتر واحد هيقدر يقول لنا الرقابة الشعبية ازاي بتمارس ايضا سلطتها في الازمة الاخيرة. هل المواطن يطمن او ما يطمنش؟ طيب ايه المشكلة؟ ليه الفراخ دي باسعار مخفضة وخلت الناس تشك؟ هنحاول ناخد الاسئلة دي ونروح للاستاذ محمود العسقلاني اللي مشرفنا النهاردة. بنرحب بحضرتك معانا. صباح الخير. صباح النور. ويعني انتوا بتقوموا بدور من الرقابه الشعبيه، بس واضح انه لسه الناس مش مطمنه. يعني احنا النهارده واحنا في الجوله دي معاك يا استاذ محمود عايزين نعرف اولا ليه الناس بدات تشك في الفراخ دي؟ لان سعرها رخيص، وكان سعرها قبل كده 38 جنيه وبعد كده بقى 28 جنيه. خليني اقول لك، احنا هذه المبادره احنا في مواطنون ضد الغلاء باعتبارنا جمعيه حمايه المستهلك بنعملها لعده اعتبارات. الاعتبار الاول انه جمعيه حمايه المستهلك اللي في اوروبا لما بيحصل لغط في سلعه ما او في شيء من هذا من السلعه فيها مشكله او فيها ازمه او شيء من هذا القبيل بينزلوا تمام ياكلوا الحاجه دي اون كاميرا قدام الكاميرا
ياكلوا يشربوا الحاجه دي قدام الكاميرا عشان يوصلوا رساله للراي العام ان هذا الغذاء امن تماما. هو الناس بتسال يعني هو ليه سعرها بقى فجاه نزل الزول ده يعني 38 28 بعدين بنتكلم في 17 18 15 كمان بيقولوا 12 ونص في بعض الاماكن بس مش من خلال المجمعات. يعني ليه الدروب اللي حصل في الاسعار ده؟ الدروب حصل لانه احنا استوردنا قبل تعويم الجنيه، دفعنا بالدولار 888 تمن كميه كبيره من الدواجن دي واللحوم المجمده برضو. احنا عندنا كان قبل تعويم الجنيه كان في اتجاه لدى الدوله انه يستوردوا كميه بالسعر الرخيص بتاع الدولار في ذلك الوقت عشان لما يغلى الدولار يبقى عندهم كميات كبيره يقدر يواجهوا بها الازمه في ذلك الوقت. لكن اللي عمل الحكايه دي ما كانش عامل حسابه انه ممكن يبقى في ركود في السوق، وانه احنا خارجين من عيد الضحيه، عيد الضحيه الناس ما بتاكلش فراخ، وان احنا عندنا مدارس الفراخ سوقها نزل شويه، بدا ينزل شويه، حتى المزارع نفسها تاثرت، المزارع المصريه، وبالتالي الصفقه دي بقى في مده صلاحيات 3 شهور، احنا لغايه شهر مارس عندنا حاجات صلاحيات لغايه شهر مارس، طب الصلاحيات دي لو عدى شهر مارس هيحصل ايه؟ هيبقى في مشكله، فاللي بيخلص بيبيعها عشان ما تتقدمش عنده عشان ما يعدمهاش. طب واللي موجود ودي حكومه مش قطاع يعني القطاع الخاص ممكن يفصص الحاجات دي ويعملها هياكل وحركات ومش عارف ايه وبتاع ويبقى حالك. انما دي حكومه ما يقدرش يعمل الكلام ده. طب ما تيجي نراقب احنا كمان ونشوف. يعني انا عايز اقول لك حاجه، ممكن نشوف دي اوكراني وبرازيلي 17 جنيه في برازيلي برضه. بص طالما الحاجه دي بص خبطت كده مجمده، هي شرطها اساسا مجمدة تجميد مجمدة كامل تبقى حجر. انا اللي بره اللي بتتباع في الشارع مش حجر، دي لو راح يجمدها تاني خطر. انما لو خدها وهي طريه كده وراح سلقها واكلها لعياله خلاص بقى في امان، انما لو جمدها مره تانية بعد ما فكت بيبقى خلاص انعدمت القيمه الغذائيه بتاعتها وما لهاش اي لازمه. اعتقد انه في علامه بتبان، يعني لازم يقول لك مجمده لو فيها دجاج أحمر مجمد شوية. كامل بدون احشاء اوكراني تشيكن. يعني بص الـ 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 الحاجه دي لولا ان احنا ضامنين، وهو كاتب عليها حلال ليه؟ كاتب عليها حلال لانه دي ذبحت تحت اشرافنا. تاريخ الصلاحيه هنا في يعني هنا لسه تقريبا. شهر مارس 23 مارس 23 مارس. طيب تمام. دجاج زي الفل. انا باخده في بيتي، وعلى فكره واحده ثانيه مثلا ده برده 23 لا احنا 23 مارس ده اخر 23 مارس ماشي. يعني بص انضف فراخ في مصر. الراجل اللي راح يشتري ده يا حضرتك الفراخ دي فيها حاجه، جربتها مره واثنين وثلاثه وجميله، بس هي الناس ايه يعني عندها زي ما تقول كده ايه عليه وبرستيج. يعني انا اشتري فراخ مجمده انا ما اعرفش ايه، ما فيهاش حاجه. جربتها وبعدين جربتها انت واولادك او ما فيهاش حاجه؟ ما اكلهاش لاولادي ابدا، اكلها لعياله. والله انا جاي عشان الراجل ده. ليه؟ لانه الراجل ده وزيه ملايين من المصريين عندهم اولاد وعندهم اسر وعايزين يعيشوا وعايزين ياكلوا عيالهم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود العسقلاني، ايضا رئيس جمعيه مواطنون بالتغريه. شكرا جزيلا. يمكن كنا معاكم النهارده في جوله خاصه من صباح اون، ولفينا معاكم في المجمعات الاستهلاكيه. خليكم نقول لكم في الاخر انه مهما كان رايك، بس خلينا نقول لك شويه نصايح ممكن تنفعك وانت بتشتري اي فراخ. اولا لازم تكون من مصدر موثوق فيه، ثانيا لازم تتاكد ان هي مجمده تجميد تام، ثالثا كمان تتاكد من الاسعار ومن تاريخ الصلاحيه، وتستفيد كمان من العروض اللي بتقدمها ايضا المجمعات الاستهلاكيه دلوقتي. تقريبا بنتكلم في سعر الفراخ ما بين 16 و17 جنيه لغايه 22 جنيه. وفي النهايه بنتمنى للجميع السلامه ووجبه هنيه باذن الله. نشكر زميلنا العزيز حسام الدين حسين على هذا التقرير. وعايزين نطمن، انا يعني كامرأة مصرية ام في الاول في الاخر بقول انه الفكرة كلها فكرة انه هم نزلوا، الحكومة نزلت كمية كبيرة، والكمية الكبيرة دي عملت يعني ما شاء الله يعني بيع كبير، وبالتالي القصة كلها مجرد انه انا هنزل لكم في سعرها علشان عندي كمية كبيرة اقدر ان انا استهلكها. وعايزين نقول ونطمن الناس كلهم انه اي منتج يعني في ثلاث جهات رقابية. صحيح. في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ده رقم واحد، وزارة الصحة، والهيئة العامة لرقابة الصادرات والواردات. صحيح. فثلاث جهات رقابية، فما تقلقوش خالص، ما تقلقوش خالص. طيب هنروح بقى
أمل إبراهيم، هي خريجة كلية الفنون الجميلة، ما منعهاش عملها من ممارسة ما أحبته هو الفن. أمل بتقوم بصنع مرايا مبتكرة بإضافة الفصوص الحجرية والخشب. تعالوا نشوف التقرير تفاصيل أكتر معانا في هذا التقرير. ببقى عايزة أخلص شغل البيت بسرعة علشان أروح للحاجة اللي أنا بحبها، اللي هي شغل المرايات اللي بتديني متعة، وفي نفس الوقت نفسي يبقى في كل بيت قطعة فنية من اللي أنا بعملها. تلك هي أحلام الفنانة التشكيلية أمل محمد، والتي بدأت في مزج الفصوص الحجرية والخشب لتشكل مرايا ذات روح وشكل فريد. الفكرة جات لي إن أنا بحب التكوينات الأحجار والفصوص لأنها فيها فرايتي وفيها ألوان كتيرة جدا، فقلت ليه بدل ما نستعملها بس على الهدوم والخدديات والقماش ما استعملهاش في حاجات تخص الديكور زي المرايات. واستطاعت الفنانة تشكيل أكثر من 20 مرآة مختلفة الطابع والهوية، وذلك على حسب الشكل الهندسي المستخدم فيها، سواء كان دائريا أو مستطيلا أو نجمة أو أي شكل آخر تصممه أمل. في مرايات اللي هي فيها شوية منحنيات كده بتدي على الستايل الستيل أو الكلاسيك، وفي حاجات بقى الدواير والحاجات دي بتدي على مودرن، وفي حاجات اللي هي زي العين والكف والأشكال الطيور والحمامة، الحاجات دي بتدي الأشكال اللي هي الأورينتال، برضو عملتها وبرضو عجبت ناس كتير قوي، خصوصا عملتها بألوان الأزرقات عشان الحسد الناس اللي بتحب الحاجات دي. وفي كمان شكل من المرايات بعمله بحيث ترتيب الفصوص وقصة المراية وشكلها بيدي الطابع الهندي والستايل الهندي. وتستخدم أمل تقنية خاصة في تشكيل مختلف الأحجام من المرايا. برسم الديزاين بتاع المراية على ورقة، ده لو ما كانتش دايرة مستطيل أو أي شكل هندسي، ده بيبقى سهل. بعد ما برسمه على ورقة بقصه، بطبعها على الخشب وابدأ أقصها بالأركت، وبعدين أدي التصميم بتاع المراية اللي بتاع الإزاز، بيعمل لي الإزازة ويشطفها، وبعدين يجيب لي المراية بلزقها، وبعدين أبدأ أشتغل على الخشب بقى بالفصوص. وطريقة الشغل بالفصوص ليها كذا طريقة، يعني في طريقة عشوائية دي وأنا بشتغل أنا اللي بحددها، وأنا اللي بركب الألوان مع بعض جنب بعض، وبستعمل فصوص عالية وواطية عشان تدي مجسمة. يعني في طريقة تانية اللي هي طريقة تدريج الألوان، ممكن تبقى من جوه غامق لحد مثلا زي الأزرقات كده، بتبدأ من جوه كحلي غامق توصل للسيلفر. بالنسبة للخطوة اللي جاية، عايزة أدخل خامات جديدة في التصميمات بتاعتي مع الأحجار، زي قطع المرايات نفسها الصغيرة، زي قطع الموزايك والفسيفساء، في أشكال تانية بشوفها برضو بحب أدخلها. تحت شعار التعاون في مواجهة التحديات، يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته السادسة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في إطار المتابعة الدائمة والتنسيق المستمر بين الدولتين. المتابع للأمر يعرف أن تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية يعود إلى ما قبل 1971، حيث لم يشمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكانت مصر أول الداعمين لهذا الاتحاد بشكل مطلق فور إعلانه. قابله دعم من الشيخ زايد لمصر، حيث غرس حب الإماراتيين نحو المحروسة، وكان مهندس نسج العلاقات الخصوصية بين البلدين، فهو صاحب المقولة الشهيرة: مصر هي أم العالم العربي كله، وخاصة اللي في الخليج، وهذا فضل من مصر ورجالها، ومصر ما قصرت بشيء، ونحن إذا عملنا شيء لمصر ما يجازي شخص من مواطن مصر المجتمعنا كله العربي. ومن بعد الشيخ زايد ورثت القيادة الإماراتية الحالية حب زايد لمصر من خلال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتمثل ذلك في الدعم السياسي الإماراتي لمصر بعد ثورة 30 يونيو. في المقابل، حرص الرئيس السيسي دوما على أن أمن دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. أؤكد أن مصر تعتبر أن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وأشيد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها القومي
كما أدعو إلى استمرار هذه الجهود وتكثيفها للتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من أمن دول الخليج العربي واستقرارها. وهنا تشهد العلاقة العسكرية بين البلدين تطورا ملحوظا جسدته المناورة زايد واحد التي تعد الأولى من نوعها بين البلدين من حيث قوة الوحدات المشاركة وتنوعها من بحرية وجوية وخاصة. جاء بعدها مناورة سهام الحق ثم فاعليات المناورة التعبوية المشتركة المصرية الإماراتية زايد اثنين. وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في قطاعات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التمويل، الصناعة، السياحة، الإنشاءات والزراعة. لو رجعنا للتاريخ كله لوجدنا أن مصر هي الحصن الحصين. عندما اندفع البغول من المشرق لنواحي المغرب ولم تكن أي بلد من البلدان تستطيع إيقافهم إلا الصخرة القوية التي كانت على حدود مصر قبل أن يدنسوها. إذا حاول البعض رسم صورة العلاقة بين مصر والإمارات لاحتاج إلى مجلدات، لكن تبقى العلاقة بين الدولتين تؤكد على شعار مصر والإمارات وحدة الهدف والمصير. العلاقات المصرية الإماراتية هي نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات ما بين الدول. زي ما تابعنا في التقرير السلطان القاسمي حاكم الشارقة قال إن مصر هي الحصن الحصين. حكيم العرب الشيخ زايد له مقولات ومواقف مشهورة جدا وشهيرة لدعم مصر. نذكر موقف الإمارات في حرب أكتوبر لما قال حكيم العرب الشيخ زايد وأوصى أبنائه وقال إن كل النفط العربي لا يساوي قطرة دماء عربية واحدة. مواقف كثيرة جدا، علاقات مميزة جدا لها خصوصية ما بين القاهرة وأبو ظبي. المحطة الثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة اليوم الثاني في زيارة الرئيس لسلطنة عمان، اليوم الثالث عفوا، في وقت لاحق من اليوم حيتوجه سيادة الرئيس إلى أبو ظبي. لماذا أبو ظبي بعد مسقط؟ ما هي خصوصية العلاقة والزيارة دي؟ الزيارة رقم 6 السادسة لدولة الإمارات العربية المتحدة. أسرار وتفاصيل هذه الزيارة وأهميتها على الصعيد السياسي والاقتصادي وأيضا على الصعيد الثقافي، معانا في الاستوديو الأستاذة جيلان جبر الكاتبة الصحفية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذة جيلان. حضرتك يعني تعتبر هذه الزيارة والزيارة هنتكلم على سلطنة عمان مبدئيا الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن آخر زيارة كانت عام 2009 ما بين الدولتين لسلطنة عمان أو القاهرة. أيضا تعتبر الزيارة الستة زي ما ذكر محمد الستة للإمارات. بترين الزيارتين إزاي وخصوصا أن هم لا يفصلهم أيام؟ يعني الحقيقة إن علاقتنا بسلطنة عمان هي علاقة تاريخية وهي علاقة متميزة دائما، لأن سلطنة عمان لها دائما أدوار إذا لم ترى على النور، ولكن هي أدوار تظهر كحيادية ولكن هي تمسك بخيوط كثيرة. موقعها الجغرافي موقع مهم جدا، موقع استراتيجي، وبالتالي هي دورها أيضا يكون استراتيجي. وقفت مواقف معروفة وفي التاريخ زي ما قال محمد إن هي وقفت معنا مش بس في حرب أكتوبر، وقفت كمان معنا في كامب ديفيد. صحيح. البلد الوحيدة اللي ما سحبتش. واختلفت على العدد من الدول العربية. كان ليها مواقف متميزة لدعم مصر في مواقع كثيرة. هي عندها قدرة تفاوض يمكن تميزت بها وظهرت على السطح مع إيران والدول 5+1 اللي هي تفاوض على الملف النووي. هي كانت يعني لها قيادة متميزة في هذا الموضوع وقدرت تحرك هذا الموضوع إلى توجه تفاوضي وسلمي. كمان سلطنة عمان إذا كان حتى علاقتنا السياسية هي علاقة أيضا ثقافية، وأنا دايما بهتم هنا القوى الناعمة يا جماعة. صحيح. القوى الناعمة لها دور كبير في العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع مصر. اللي بيفسر زيارة امبارح
المتحف الوطني والأوبرا 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 والجامع الأكبر والجامع الأكبر كلها هي دولة لها قيادة ثقافية في هذا الموضوع. برضو حقول موقعها الاستراتيجي جعلها تجمع بين ثقافات متميزة وحضارات أيضا. هي دولة لها تاريخ ومذكورة في أحاديث نبوية كمان، لأن زي ما بقول مصر مذكورة في القرآن سلطنة عمان، يمكن مش بالاسم ولكن يعني يشار إليها في أحاديث نبوية وفي آيات قرآنية. فإحنا لازم نقول إنها مش دولة نفطية فقط، هي مش دولة نفطية خالص، ولكن هي دولة حضارية وسلطنة حضارية. السلطان قابوس هو كان دائما يقول عليه الدور الحكيم الذي لا يهوى مثلا يعني الإعلام أو لا يهوى الإشارة إليه كذا، ولكن له دور يعلمه السياسيين ويعلمه أصحاب السياسة والثقافة. دائما له دور في التوازن في هذه المنطقة، يعني هو دوره زي ما يقول ترمومتر أو له توازن في الإقليم. دائما الدور يظهر إنه حياديا ولكن يكون له حكمته في هذه الحيادية. هنرجع نقول موقعها الاستراتيجي سلطنة متميزة بموقعها وبإدارتها وأدائها السياسي والثقافي. ده بالنسبة لعمان. بالنسبة للإمارات النهاردة بقى في الإمارات، يمكن الإمارات هي أكثر وضوحا في دورها يعني التطور الظاهر عليها. عندها طبعا الحضارة، وكانت النهاردة بتوجها باللوفر الفرنسي اللي موجود فيها، موجودة بالحضارة وبجامع كمان الشيخ زايد الموجود في أبو ظبي. احنا هنا بنتكلم على إمارة استطاعت أن تنهض بتوحدها وبإدارتها سريعا في التطور البشري والتكنولوجي والسياحي والاقتصادي. استطاعت أن تخاطب العالم كله، يعني لا تستهيني بأن فترة قصيرة جدا أصبحت الإمارات موجودة على الخريطة العالمية بأحدثها السياحية والثقافية، مهرجانات، أدوار سياسة. طبعا لها دور كمان في إدارة ملف الخليج، هي تشارك المملكة العربية السعودية في ملفات كثيرة شائكة. طيب. في الملف اليمني، في الملف، عايزين ندخل بقى على الملفات الشائكة دي لأنه توقيت الزيارة مهم، والسياق كمان السياسي اللي بتمر به المنطقة مهم جدا. هنتكلم على ملفات، لعل على رأس هذه ملفات الأزمة القطرية، ما يحدث في اليمن، العلاقة مع إيران الهاجس الأكبر دايما لدول الخليج. حضرتك شايفة ترتيب الأجندة الخاصة بهذه القضايا إيه؟ وإيه أهم قضية ملحة على طاولة الحوار والنقاش النهاردة في دولة الإمارات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد؟ يمكن هنقدر نقول مش بس العلاقات الثنائية اللي هي معروفة بأنها دائما في هناك تنسيق وهناك احتواء لأزمات كثيرة في المنطقة بالتنسيق بين الإمارات ومصر، لكن الأساس هو كمان أيضا هي الملفات الشائكة اللي هنعود إليها، إذا كانت اليمن أو ليبيا أو ملف كمان أفريقي، لأنه برضو الإمارات لها نشاط اقتصادي في أفريقيا ولها نشاط ودور كمان سياسي. الإمارات طبعا في اليمن هي في إحدى قيادات التحالف العربي في اليمن. الإمارات أيضا لها قدرة على لوبي خارجي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية، تستطيع أن تشكل لوبي بعلاقاتها وبشركاتها وباقتصادها وسياسيها، إذا كان في المجلس الأمن أو في سفرائها، لها قدرة بتشكيل لوبي لا ننكر ذلك لتوجيه لناحية معينة. الناس بتستهين انه دولة عربية، لا، هي بتشتغل باسلوب متطور، باسلوب بشركات تتعاون معها، وعندها قدرة على ادارة هذه الازمات. فطبعا مع التنسيق بدولة يعني كبيرة مثل مصر ودور دبلوماسي وخبيرة في الدور الدبلوماسي مثل مصر، تستطيع دائما ان احنا نجد هذا التنسيق ينجح. صحيح. يعني بتقدر يشكله لوبي وبيوجهه الى توجه معين وبيستطيع انه ينجح. الامارات كمان في قيادة الملف القطري او الازمة الخليجية. احنا النهاردة بنشوف ان ايه يا فندم، يعني احنا وصلنا لغاية فين؟ هناك دور في الولايات المتحدة الامريكية لحل هذا الملف وفي توجه، ولكن هناك اصرار من المملكة العربية السعودية والإمارات والدول والبحرين ومصر أنهم يكون هذا ليس على حساب الأمن القومي لهذه الدول ولا التدخل في سيادة وقرارات هذه الدول. شفنا حوار قطري أمريكي انطلق من أسبوع، ده دلالته إيه وانعكاسه إيه على الأزمة في المنطقة؟ شوف، كل واحد بيحاول بأدواته أن يوجه الدفة إلى
مصالحه الخاصة. إذا كنت بتعمل صفقات أسلحة لتوجيه مع أوروبا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل قطر لتوجيه لمصالحها ولمحاولة الضغط وبيقولوا تدويل الأزمة وليس تكون أزمة خليجية عربية صحيح. ولكن محاولة تدويلها لتوسعها ومحاولة واضحه في صالح. هناك إشارات أن هي نجحت في نقاط ما، ولكن هناك أيضا حقائق لا تستطيع أن تنكرها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، لأنه في حقائق قامت بها قطر من إرهاب، من تمويل إرهاب، من تدخل في الشؤون الدول العربية والدول الخليجية خاصة. يبقى إذن هناك حقائق أمام مصالح، فهنا انت بتحاولي اذا كنت بتصعدي في هذه الازمه وبتحاولي تخفي اخطائك، لا، هناك دول ايضا تملك الدلائل زي مصر والامارات والمملكه العربيه السعوديه بيملكوا دلائل على وجود هذه التدخلات، وبالتالي الموضوع سياسي طيب. بحث حتى الان، ولكن لك ادواتك ولي ادواتي، وهناك وقائع وشواهد على الارض لا تستطيع ان تنكرها لا الولايات المتحده الامريكيه ولا الدول الاوروبيه. اذا انت بتلعبي من جهتين طيب. بالمصالح والحقائق. طيب، ولو قلنا انه يتم توحيد الصفوف ازاي لمواجهه هذه القضيه وقضيه الارهاب تحديدا؟ يعني انا بشوف ان هذه الزياره بتوحدي فيها الصفوف، بتوحدي فيها المعلومات ايضا. يعني خلي بالك ان كمان مكافحه الارهاب ليس فقط بالسلاح ولكن بالمعلومات، بتنسيق مع الدول اذا كانت سلطنه عمان او الامارات ودول اخرى عربيه، حتى لو الرئيس لم يتيح له الوقت لزيارتها، ولكن هناك تنسيق دائم مع عدد من الدول العربيه، لان التعاون في مكافحه الارهاب اللي مصر بتقوده دائما ولوحدها، مصر لا تستعين بدول اوروبيه ولا باسلحه وجنود من الخارج، ولكن بجنودها هي، بشرطتها هي، بمعلوماتها وخبرتها بتحارب الارهاب وبتنسق مع الدول الخليجيه وخاصه سلطنه عمان اليوم والامارات كما نشاهد في زياره الرئيس السيسي. هناك تنسيق لمكافحه هذا الإرهاب، هناك تنسيق لمكافحة التدخلات القادمة. يعني خلينا نكون صريحين أكتر، احنا بنشوف ان المرحلة اللي جاية هي مرحلة حرجة جدا. انت مش بس عندك انتخابات، انت عندك كمان تدخلات وتهديدات يعني سريعة هذا الشهر او الأشهر القادمة، لانها هي إعادة يعني تنسيق هذا الإقليم على حساب الخريطة العربية. وبالتالي حين تقومي أنت بهذه الزيارات وهذه المباحثات، أنت تقومي بجبهة الدفاع عن حدودك وعن وجودك وأيضا عن الوجود لهذه الدول العربية ومصالح هذه الدول العربية. هل سيشكل الإقليم على حساب هذه الدول، على يعني إعادة الجغرافيا؟ خصوصا ان هي دي القضية قضايا شائكة يعني موجودة في جميع الدول بالضبط، على إعادة بقى تنسيق جغرافي ولا كمان تغيير في الشكل السياسي والأصول لهذه الدول. هتدخلي بقى توجهات تانية، تحملي أحزاب مسلحة أو ميليشيات مسلحة، خلينا نكون بشكل صريح، هي اللي هتقود هذه المنطقة، أم ستكون الدول الأصيلة والقيادات في هذه الدول الحكيمة هي اللي هتقود هذه المنطقة، ولا شوية ميليشيات تحمل السلاح وكلاء عن دول أخرى؟ صحيح. طيب يعني هيكون في أسئلة كتيرة جدا كتير. صحيح، عندنا أسئلة كتيرة جدا للأستاذة جيلان جابر الكاتبة الصحفية وعضو المجلس المصري. يمكن السؤال اللي بيتطرق دلوقتي الجانب الاقتصادي للدول، ويعني كيف يتم تفعيل هذه الزيارة للجانب الاقتصادي، يكون الجانب الاقتصادي من الملفات المهمة، لكن بعد الفاصل انتظرونا. بنجدد تحية على حضراتكم مشاهدينا، لسه مكملين معاكم والحديث عن الجانب الاقتصادي في العلاقات المصرية العمانية والإماراتية، المحطة الثانية لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج. المتأمل للعلاقات الاقتصادية لا يجد أنها على نفس مستوى العلاقات السياسية، يعني في تقارب سياسي قوي جدا بين القاهرة ومسقط، لكن الارقام بتقول أسامة جيلان انه حجم الصادرات او التبادل التجاري، احنا بنتكلم في 23 مليون دولار فقط هو حجم الصادرات الى سلطنه عمان، رقم هزيل جدا مقارنه بالعلاقات التاريخيه والسياسيه الكبيره. وعدد العاملين صحيح. كمان في سلطنه عمان حوالي 59 ألف. يعني احنا هنا بنشوف انه السلطنه لها دور ثقافي وسياسي اكثر من التبادل الاقتصادي، او الرابط السياسي والثقافي حاضر اكثر من حاضر اكثر من عشان كده بنشوف زياره الرئيس السيسي كان فيها وفد اقتصادي صحيح. كان فيها وزير التجاره، كان فيها وزيرة التخطيط نامل ان تكون هناك كمان عده اتفاقيات يتم في مجلس مصري عماني، هينطلق
الطريق ويدشن النهارده الرئيس هيتم ابرامها بعد كده بتاعها. هناك نشاط هيكون اقتصادي عن طريق رجال اعمال وعن طريق القطاع الخاص وعن طريق تنشيط اتفاقيات اقتصاديه متعدده، لانه كمان هناك مساحه لمشاريع كثيره في سلطنه عمان، وكمان ايضا مصر تستوعب العديد وتبحث على استثمارات عربيه كبيره خصوصا بعد التغييرات والقوانين التي تم تغييرها لفتح الابواب للاستثمار الخليجي والعربي. طيب هيكون معنا هاتفيا يعني متابعه جيده للشؤون الخارجيه، هاتفيا هيكون معنا الدكتور عبد الخالق عبد الله استاذ العلوم السياسيه بالامارات يعني توضيح الزياره التاريخيه اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوله الامارات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم. صباح الخير يا فندم. مصر العزيز، اهلا بك. يعني هناك علاقات قديمه جدا كبيره ما بين مصر ودوله الامارات في كافه الاصعده. لا شك في ذلك، هذه علاقات عميقه، علاقات تاريخيه، علاقات شخصيه، وايضا يعني علاقات الان تتطور لكي تصبح سياسيه واستراتيجيه. عدونا واحد، قائمه الاصدقاء اصبحت واحده، التحديات أصبحت مشتركة. اليوم جميعنا الإمارات ومصر نواجه تحدي وخطر التطرف الإسلامي والإرهاب الذي انطلق من عقاله على صعيد المنطقة، فهذه جميعها ما تقرب مصر من الإمارات، علاوة على ذاك البعد الشخصي والإنساني الذي أسس له المرحوم الشيخ زايد المؤسس لدولة الإمارات. طيب دكتور عبد الخالق، يعني هناك هوى مصري إماراتي وهوى من الإماراتيين المصريين أو لمصر، علاقات على المستوى، أنا عايز أسأل حضرتك على المستوى الشعبي، يعني مميزة جدا، هناك حضور دايما إماراتي في مصر. احنا بنتكلم يا ريت الصوت شوية غير مسموع. بسأل حضرتك على العلاقات على المستوى الشعبي، يعني هناك حضور إماراتي دائما في مصر وحضور أيضا لمصر في دولة الإمارات في كافة المحافل المختلفة في الفترة الماضية. الفترة المقبلة إلى أي مدى يمكن تنسيق المواقف ما بين القاهرة وأبو ظبي، ونحن مقبلين على انعقاد قمة الرياض، القمة العربية في نهاية شهر مارس، قمة في وقت حرج ودقيق تمر به المنطقة. الدور اللي ممكن تلعبه الإمارات ومصر لتنقية الأجواء، لتصفية الأجواء نوعا ما العربية، والتمهيد لهذه القمة المهمة. صحيح معك حق، يعني حب مصر ربما يسكن قلب كل مواطن إماراتي وحقيقة ربما أكثر من أي دولة عربية أخرى. لما لمصر أنها قلب الأمة حقيقة تاريخيا، وفي وجدان كل عربي هناك رصيد مصري وحضور مصر في قلوبنا، ولكن أعتقد نحن تجاوزنا ذلك إلى مستوى أنه مصر وأن تستعيد مصر عافيتها هذه أصبحت أولوية عند القيادة السياسية بقدر ما أن هناك حب لمصر وهو حب عفوي. فيعني استقرار مصر جزء لا يتجزأ من استقرار الإمارات واستقرار منطقة الخليج العربي. طب ذلك الدور الخاص بالتمهيد لقمة هتعقد في الرياض، قمة مهمة في وقت دقيق، إيه الدور اللي ممكن تقوم به أو تطلع به الإمارات ومصر؟ أنا أراهن حقيقة على هذا المحور اللي هو محور ثلاثي في الوقت الحاضر، محور الإمارات، السعودية، مصر، وهو محور الاعتدال ومحور الاستقرار في المنطقة. فالتقارب بين هذه الدول في الوقت الحاضر والتنسيق فيما بينها على أعلى مستوياته. فما تقرره اليوم القاهرة والرياض وأبو ظبي عندما تجتمع الكلمة كلمة الدول الثلاثية تستطيع أن تؤثر على البقية الباقية من الدول العربية، بمعنى أن تأثير وحضور ونفوذ مصر الإمارات السعودية يوازي تأثير ونفوذ بقية الدول العربية. فأنا أراهن على هذا التنسيق الذي يتم اليوم في اللقاء بين الرئيس السيسي وقادة الإمارات لكي يؤسسوا ويوضعوا أسس بوصلة عربية ربما ستتبلور في قمة الرياض.
نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق عبد الله استاذ العلوم السياسيه بالامارات يعني الزياره المرتقبه اليوم لدوله الامارات هتكون زياره تاريخيه وهيبقى فيها الكثير من القضايا الشائكه وايضا التعاون الاقتصادي التعاون السياسي الفكري يعني هناك الكثير من هذه القضايا اللي اكيد هيكون فيه تباحث كبير ما بين الدولتين. طيب نرجع لموضوعنا على صعيد القضايا الإقليمية حضرتك ذكرتي أنه في مشاكل كثيرة بيتم تبادل وجهات النظر فيها ولكن هناك أيضا قضايا شائكة زي ما حضرتك قلتي وذكرتي زي سوريا العراق فلسطين هناك مشاكل كثيرة عن طريق الحدود اللي بتفصلنا ما بيننا وما بينها بشكل كارثي. حضرتك شايفة الزيارة دي هيتم فيها ايه بالظبط في هذا الموضوع؟ يعني اكيد التنسيق قبل القمة العربية ده مهم جدا لمواقف زي ما قال دكتور عبدالله انه هي مواقف مهمة لتوجه الدول العربية كاملة حين تتفق أبوظبي والقاهرة والرياض فعلا هذا مثلث أصبح يشكل محور مهم للدول العربية مثلث اتزان للمنطقة واعتدال زي ما قال لأنه اعتدال أيضا لوجهة الإسلام وعدم ومحاربة التطرف الإسلامي لأنه أنت عندك هناك الحرمين عندك الأزهر عندك النهاردة زي ما بيقولوا زايد الخير اللي هو يعني بيدعو للثقافة والانفتاح على الدول العربية بنشاطات واستثمارات كثيرة إماراتية في هذه الدول بالتالي أنت تستطيع عن طريق الاستثمارات أن توجهي يعني الشباب لأنه أنت بتحاربي إرهاب باقتصاد بثقافة بسلاح يعني مش بس مجرد ان انا بطلع جنود تحارب ارهابيين لا احنا كمان بنطلع فكر بنطلع وعي وبنطلع فتح اقتصاد لانك تدي فرص عمل ما يكونوش هؤلاء الشباب هم مجرد صيدة او مجرد طعم يستخدموه الارهابيين بيعطاهم الاموال ويعطاهم فرصة عمل ويفتحوا لهم مجالات عشان يعملوا عمليات فبالتالي انا هنا بحارب الارهاب بعدة اسلحة وليس مصر طبعا القوة والقدرة الاقتصادية والعسكرية الهامة التي تتميز بها لان احنا عندنا انفتاح لاقتصادي كبير و رقعة أرض كبيرة تستطيع أن تحتوي جميع أنواع الاقتصادية وتقدري تصدري لأفريقيا ولأوروبا عن طريق مصر. النهاردة الرئيس السيسي تأمينه للبحر المتوسط وموضوع الغاز تأمين البحر الأحمر لأن عدم تدخل إيران عن طريق اليمن في تهديد البحر الأحمر والدول على البحر الأحمر اللي من ضمنها الدول الخليجية هذا الدور بيفتح كمان لتأمين الاقتصاد لأن أنت ما تقدريش تعملي تطور اقتصادي بدون أمان واستقرار وبالتالي الدور المصري القيادي في هذا الأمن الدور الاستثماري التي تقوم به الإمارات وتنشيط مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أنت داخل على قمة عربية تستطيع بهذا السلاح العسكري والاستثماري أو المالي يبقى هنا أنت بتقولي نشاط مالي وتعاون عسكري ده بيرفع من مستوى الأمان في هذه المنطقة على ذكر مستوى الأمان أستاذ جيلاني دايما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد أو يكرر فكرة أنه أمن الخليج هو جزء من أمن مصر بهذا النص يعني طبعا يعني دائما وده حقيقة وده واقع كمان وهنا الحضور المصري في منطقة الخليج ليس فقط من الجانب الأمني احنا عندنا طبعا جوانب كتيرة جدا لكن السؤال هنا على إيران تحديدا لأنه إيران بتظل من وقت لآخر مصدر قلق للأمن في منطقة الخليج العربي سلطنة عمان ليها علاقة مباشرة وفي وسطات بتحصل بشكل كبير الدور المصري هنا حضرتك شايفاه ازاي في التعامل مع العلاقة الخليجية الإيرانية الحقيقة انه العلاقة الخليجية الإيرانية حين تزور مصر او حين يتم تعاون اقتصادي او تعاون عسكري او تدريب هي كلها رسائل كلها رسائل انه هذا امن قومي مصري والعربي وليس فقط الدول الخارجية ليست وحدها هناك القوى الاقتصادية الاولى في المنطقة وهي جمهورية مصر العربية تقوم بتدريب مع مثلا الجيش الاماراتي او تقوم بجولات في البحر الاحمر او تقوم بسفنها البحرية واحنا معروفة تصنيف البحرية المصرية عالميا بتقوم بتأمين البحر الاحمر يبقى اذا مشاركة في عمليات مع التحالف العربي في اليمن مشاركة عن طريق القوات البحرية في الاستطلاع والتعاون الأمني يبقى هنا احنا عندنا وجود قوة كبيرة مثل الجيش المصري في هذه المنطقة هي رسائل لإيران والمخاوف الخليجية تطمئنها انت اكثر من نحن معكم وليس بالكلام وليس بالوعود ولكن بفعل ودورات وتدريب ومعلومات ووجود وتعاون عسكري واقتصادي اذا كما نحن نحتاج لدول الخليج
في التعاون المادي، هم يحتاجون لنا في التعاون العسكري والأمني. صحيح. ونحن نحمل خبرة دبلوماسية كبيرة، وهم يحملون كمان تنسيق مع دول أوروبية وأمريكية. نحن علاقتنا ربما مع ثورتين في مصر قامت بها مصر غيرت يعني كل التوازنات، وأصبحت إنه هذا العالم العربي ليس لقمة سائغة لا لإيران ولا للأطماع الأمريكية والإسرائيلية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة جيلان جبر، الكاتبة والصحفية وعضو مجلس المصري للشؤون الخارجية، على وجودك معنا في صباح ون. ويعني المعلومات كانت ثرية جدا عن الملف الخاص بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة سلطنة عمان وأيضا الإمارات. نشكرك شكرا جزيلا. أنا بشكركم دائما بخير، كل الدول العربية ومصر دائما بخير. شكرا جزيلا أستاذة جيلان. دي كانت قراءة سريعة للجولة المرتقبة النهاردة في الوقت لاحق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. نروح لفاصل نكمل في صباح، خليكم معنا. بنرحب بيكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان، والنهاردة العالم بيحتفل أو بيوجه انتباهه للفتيات الصغيرات. النهاردة 6 فبراير لمحاولة حمايتهن أو حمايتهن من الأخطار الصحية المتعلقة بالختان، يوم مناهضة ختان المرأة النهاردة 6 فبراير. طبعا تجربة قاسية ومريرة ومؤذية نفسيا وجسديا للمرأة، وأرقام كتيرة جدا احنا بنتكلم عنها عن عدد النساء التي تعرضنا لنقدر نقول جريمة الختان. أمينة، يعني هو الموضوع يمكن شوية فيه صعوبة لأن احنا دلوقتي في عام 2018. السؤال هنا لماذا تستمر هذه الظاهرة؟ هل هناك أيضا موضوعات لها علاقة بفكر معين أو يعني أفكار قديمة ممكن يكون هي المسؤولة عن هذه الظاهرة؟ يمكن النهاردة عايزين نوضح بشكل أعمق مع ضيفتنا منى أمين، منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث. بنصبح على حضرتك يا فندم، وصباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أستاذة منى. يمكن عايزين نسأل يعني سؤال الطبيعي اللي احنا بنسأله، لماذا تستمر هذه الظاهرة حتى الآن؟ هو أنا الحقيقة يعني بالنسبة لاستمرار الظاهرة، أنا عايزة بس قبل ما نقول يعني طبعا النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث. رغم استمرار الظاهرة عايزة أقول النهاردة مصر حققت خطوة كبيرة في أعمار البنات اللي هم الأصغر. يعني هنبص نلاقي أن بقى فيه فجوة ما بين الستات الكبار في السن، هنلاقي العدد كبير جدا اللي كان اتعرض للممارسة دي، والظاهرة بتقل في الأعمار الأصغر اللي هم ما بين 15 و17 سنة. فيعني اعتقد ان لو استمرت مصر بنفس الدفع في الجهود ممكن ان احنا نوصل لمجتمع خالي من ختان البنات. طب اولا صباح الخير استاذه منى، وعايز اسال حضرتك لانه في ارقام كتيره، انا مش عارف مدى دقه هذه الارقام والتقديرات والاحصائيات، عايز اسال حضرتك يعني، وهي يعني انا بتكلم على مصادر يعني هيئه الامم المتحده وفقا للمسح السكاني الصحي في مصر مثلا من عامين، النسبة بتقول انه عدد النساء اللي سبق لهن الزواج ما بين الفئة العمرية 15 و49 وهن مختونات وصل ل 92%، وانه في حوالي 200 بتكلم على 200 مليون نسمة على مستوى العالم تعرضنا لتشويه اعضائهن التناسلية او التشويه فيما يتعلق بالختان. صحة الارقام دي ايه يا فندم؟ وهل احنا عندنا ارقام وتقديرات للحالات التي تعرضت للختان ولا لا؟ بص حضرتك الرقم هو صحيح بس بيخدعنا في حاجة. الرقم بتاع الـ 92% ده هو للسيدات المتزوجات في الفئة العمرية من 15 لـ 49 سنة. لو بصينا في نفس المسح في رقم اعتقد ان احنا لازم نقوله علشان كمان الناس ما تبقاش مضللة في موضوع الأرقام ده. في رقم هنبص عليه، الفتيات من 15 لـ 17 سنة
وسن 15 ده ل 17 خلاص بتكون البنت مش هيتعمل لها ختان. الرقم ده لو بصينا على 2008 في نفس المسح، هنلاقي البنات كان 74% من البنات اللي هم 15 ل 17 سنة اتعمل لهم ختان، وفي 2014 الرقم ده نزل ل 61%. فلو بصينا على الفجوة ما بين ال 92% وما بين ال 61% هنقدر ان احنا نقيس قد ايه احنا ماشيين في الطريق الصح، قد ايه بقى في بيسموه جنريشنال جاب او فجوه ما بين الاجيال، ان الام بتبقى مختنه وبنتها مش مختنه، او البنت الكبيره في العيله اتختنت والاصغر ما اتختنتش. لازم الرقم ده اكتر يعني في المجتمع هو اللي نقيس عليه، لان في الاخر بالظبط. ولو بصينا كمان على دور الاعلام في نفس المسح الصحي السكاني، هنلاقي ان اكتر من 75% من الاسر المصريه النهارده بتعتمد اعتماد كبير جدا على التلفزيون علشان تحصل على معلومات صحيحه عن مناهضه ختان الاناث. طب استاذه منى، سريعا عايزين نعرف ايضا دور المؤسسات الدينيه. حضرتك قلتي دور الاعلام، ولكن ايضا هناك دور للمؤسسات الدينيه الموجوده اللي المفروض انها بتعادي هذه الافكار ايضا. اولا احنا يعني الناس طبعا دايما بتقول المؤسسات الدينيه، الحقيقه المؤسسات الدينيه في موضوع مناهضه ختان الاناث لعبت دور مهم جدا. لو ما كانتش المؤسسات الدينية لعبت دورها بشكل مؤثر، ما كانتش مصر النهاردة بقى عندها قانون مش بس بيجرم ختان البنات، بل بيقول ان ختان البنات اصبح جناية في قانون العقوبات المصري. صحيح. دار الافتاء المصرية في 2007 الحقيقة عملت دور مهم جدا، اصدار اول فتوى بتحرم ختان البنات اللي اتبنى عليها القانون في 2008. كان في ذاك الوقت كانت خطوة مهمة جدا، كان لأول مرة بقى جنحة في قانون العقوبات. والحقيقة لما بصينا على في 2016 بعد تطبيق القضايا، لقينا المؤسسات الدينية والمؤسسات القانونية هي اللي بتقول دلوقتي اعتقد ان مع زيادة الوعي ممكن ان احنا نغلظ عقوبات ختان الاناث. يعني استاذه منى نقدر مجمع البحوث الاسلاميه الحقيقه في 2016 يعني كان ليه دور مهم جدا ان هو اجاز مرور القانون. ده كلام جميل جدا استاذه منى، يعني احنا عندنا كده مكسب قانوني بالقانون، الموضوع ده اصبح جنايه، ومكسب ديني كمان بشكل واضح وصريح في فتوى بتحرم اجراء الختان للاناث، ففي مكسب قانوني ومكسب ديني. عايز اسال حضرتك المجلس القومي للمراه، لانه احنا الفتره الاخيره شفنا حملات توعيه. احنا المجلس القومي للسكان الحقيقه. السكان، انا بسال بقى سؤال هنا، المجلس القومي للمراه. احنا المجلس القومي للسكان الحقيقه. انا بسال سيادتك عن دور المجلس القومي للمراه، لانه ليه دور مهم كمان في توعيه الفتيات والسيدات في اماكن مصر المختلفه. هل في خطه واستراتيجيه محدده لنشر الوعي اكتر بخطوره تختين او ختان الاناث؟ طبعا اولا هو المجلس القومي للسكان هو الجهه المنوطه بتنفيذ الاستراتيجيه القوميه لمناهضه ختان الاناث. وفي 2015 المجلس القومي للسكان اطلق اول استراتيجيه وطنيه، وكانت الحقيقة في سابقة تاريخية مهمة جدا، مبنية على كل الدروس المستفادة. ايه الحاجات اللي الجمهور بيستفيد منها؟ المدخل القانوني، المدخل التوعية، التعبئة المجتمعية على أرض الواقع. الحقيقة المجلس القومي للسكان هو المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية مع شركاء عدة، من ضمنهم المجلس القومي للمرأة، وزارة التضامن طبعا، وزارة الصحة هي الوزارة اللي بتاخد الليد في هذا الموضوع، لأن كمان احنا من خلال مجموعة الخدمات اللي موجودة في وزارة الصحة زي برنامج التطعيمات بنضمن الرسائل التوعية. برنامج زي برنامج التطعيمات بيوصل ل 19 مليون طفل، فبالتالي بنبقى واصلين بشكل كبير جدا للأسر اللي هي عندها، قد يكون عندها بنات في
سن الختان. انا بس يعني رجوعا لحضرتك الموضوع المرأة، احنا موضوع الختان هو مش بس موضوع المرأة، وموضوع الاسرة صحيح. والمجلس القومي للسكان مدخله بنخاطب الاب، لان كمان دايما لما الاب بيتخذ قرار التخلي عن ممارسة ختان الاناث، بل بالعكس ده بيسهل جدا على الاسرة. فما نقدرش ان احنا نخاطب بس، هو مش موضوع مرأة، هو مش فقط هو موضوع حقوقي بشكل عام. لان في بنت ممكن حياتها بتتعرض للخطر، وشوفنا ده في ظروف كتيرة جدا. لكن كمان الأسرة كلها لازم يبقى ليها دور في حماية بناتها من الجريمة دي. واحنا ما بقيناش الحياة مصر النهاردة. أستاذة منى، تأكيدا على كلام حضرتك، يمكن هيئة الأمم المتحدة وفقا للإحصائيات اللي عملتها، وخصوصا في موضوع الأب، وأنه أكثر من 50% من الرجال يؤيدون استمرارية ممارسة الختان، و68% منهم من الشباب يؤيدون الممارسة، وأيضا سوف يقومون بختان بناتهم في المستقبل. سؤالي هنا، التغيير الثقافي هل لابد من توعية الأب ودور الذكر في حياة الأنثى، بحيث أنه يعني هو دورها مستمر، هو بيكون الأب، بيكون الأخ، بيكون الزوج، بيكون الابن كمان؟ أنا عايزة بس أبص على الرقم ده برضو بتأني شديد جدا، لأن موضوع دور الرجال لو بصينا على البريفلنس أو اللي هو الممارسة، هنلاقي إنها وصلت في البنات الصغيرين ل61%. فبالتالي أصبح هنا قياس الاتيتيود أو الاتجاه ما بقاش مؤثر بالنسبة لي زي الممارسة نفسها، لأن أنا في الآخر بشتغل على البنات اللي بالفعل اتختان. الحاجة التانية ان طبعا الرقم ده لما نبص عليه هنلاقي 68% ليه؟ لان في تفاوت كبير جدا في الارقام ما بين المحافظات وبعضها. ما اقدرش ان انا اقول ان اتجاهات الرجالة في مثلا محافظة زي محافظة دمياط زي محافظة زي محافظة قنا. في النهاردة نسبة الممارسة في محافظة دمياط 10%، في حين ان نسبة الممارسة في محافظة قنا 91%. يبقى اذا ما اقدرش اقول صحيح. الارقام، ولان في الاخر جميل. الحقيقة الارقام دي كلها هي مصادر وطنية، يعني احنا المسح الصحي السكاني هو الحاجة اللي احنا بنبني عليها الاستراتيجيات بتاعتنا، بس لازم الرقم يتبصله بشكل موضوعي علشان صحيح. ما يخدش الناس بالزبط. وعلشان كمان يقدروا الناس يحسوا ان هم لا هيغيروا الرقم صحيح. بيقل ونفسروا كمان ونفسر. للمشاهدين بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. استاذه منى امين، منسق البرنامج القومي لتمكين الاسره ومناهضه ختان الاناث، بمناسبه اليوم العالمي لمناهضه ختان الاناث النهارده 6 فبراير. بشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر حضراتكم، وبنعتذر بس الفقره الخاصه بمعرض القاهره الدولي للكتاب مع دكتوره ريهام عبد الله استاذ اللغه الارديه بجامعه الازهر. إن شاء الله هنعرضها لحضراتكم في حلقة مقبلة، وكلامها عن إزاي ننشر صورة الإسلام الصحيح باللغة الهندية. بشكرك يا محمد على وجودك معي النهاردة. كمان عايز أقول دايما إن إحنا متابعتنا لصباحون دايما هيبقى فيه عندنا جديد بالتقارير والموضوعات اللي دايما المشاهد بيحب يتابعها. انتظرونا بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 ل 10 في صباحون على قناة أونلاين. بشكركم.